بكم الناس كلها على الصفحه الرسميه بتاع الترجي التونسي، سعيد بوجودي معكم. طبعا الحمد لله الموسم اللي فات كان 2019-2020 كان طويل برشا، كان موسم استثنائي لانه كملناه في حدود نهايه سبتمبر. بطبيعه الحال كان عندنا اهداف الموسم هذيك، لعبنا على 5 ألقاب، فزنا بـ3 ولله الحمد، اللي هما السوبر العربي، كاس الاتحاد التونسي والبطوله بطبيعه الحال اللي كانت اهم حاجه بالنسبه لموسمنا في الموسم الفارط. طبعا مع الاسف خسرنا بطوله عربيه، وخاصه خسرنا كاس تونس اخيرا ضد نادي ساقيه الزيت. اكيد انه حاولنا نكونوا جيدين على موسم كامل، تبقى المباراه هذه ما كانتش جيده بالنسبه لنا احنا، وشيء اللي خلانا خسرنا لعده اسباب طبعا احنا حللناها وقفنا عليها، ونحاولوا بحول الله نصلحوا ما يجب تصليحه بالنسبه للموسم الفارط. بطبيعة الحال الموسم اللي فات لازمنا نقول هو كان موسم انترميدير انتقالي بالنسبة للترجي التونسي، نهاية عقد قديم مع برشا من اللاعبين اللي كبروا واللي بدينا نحيو فيهم بشوي بشوية باش ننتجريو دم جديد روح جديدة. الاوبجيكتيف نتاعنا كان واضح مع سي حمدي المدب مع سي قيس عطية انه نعاودوا الفريق من اول جديد بروغريسيفمون، وبدينا من عام ناول انا انتجري 3 ملاعبيه صغار في الفريق اللي طالعين من الشبان واللي وانا ميزي عليهم كيما حازم باشا ولا اصيل النملي ولا حسن الجماعي. وبطبيعه الحال مع الانتدابات اللي فكرنا فيهم الموسم الفارط، برشا ملاعبيه من الترجي لعبوا سنوات وسنوات تقريبا غادروا الفريق، اللي اعطوا برشا الفريق، وهنا بالمناسبه نحييهم وان شاء الله ان شاء الله فيما اهم بالنسبه لهم هما. ولكن في نفس الوقت خممنا في الانتدابات وعملنا الى حد الان 4 انتدابات من طراز عالي جدا، اللي هما ملاعبيه صغار، اللي هما ملاعبيه على مستوى 23 و 24 سنه، فراس الجليدي، يوسف معرف، اسكندر زايد، غازي مميش، وممكن يجي ان شاء الله بعض اللاعبين اخرين في الـ في الـ في, الـ في القريب العاجل. بطبيعه الحال هذا كل الواش لانه بعدنا شويه على بطوله افريقيا، واليوم بطبيعه الحال الهدف السامي بالنسبه لنا احنا ناحي الكاس وناحي البطوله هو بطوله افريقيا. ان شاء الله قاعدين نكونوا في فريق باش نجموا نفوزوا بالبطوله الافريقيه ونرجعوا للتتويجات الافريقيه وبالتالي المشاركات في كاس العالم، وهذا الهدف اللي مشينا فيه. برشا ملاعبيه شبان، برشا ملاعبيه انتدابات جدد وشبان، وفي نفس الوقت حافظنا على لوستاتور نتاع الفريق، عودة جددنا لعبد الحق بن صالح، جددنا الحمزه بالريش، وحطينا معناها الفريق في السكه مع تطعيمنا نفس الشيء حتى السنه بالنسبه للملاعب اخر من الفريق الاوسط اللي هو ادم بن عامر اللي هو منتخب اوسط. وبالتالي معناها قاعدين نتكونوا في فريق ينجم يقعد في الترجي 3-4 سنين اخرين. مشاو برشا ملاعبيه كيما نيس المحمودي، كيما جابر اللحياوي، كيما حمدي عيسى، ايمن حماد، واليوم قاعدين نلوجوا باش نعاودوا فريق جديد، وهذا المهم بالنسبه لنا احنا. بالنسبه لنا احنا كان عندنا عده اشكاليات، اهمها الكوفيد 19 بعد نهايه الموسم. طبعا وقفنا شويه الملاعبيه قسمنا الراحه، وبعد ما رجعونا نلقاو رواحنا بالمشاكل تاع الكوفيد 19، البروتوكول لازمنا نطبقوه وبحذافير، خفنا على الملاعبيه لانه كان ثم بعض الاصابات حتى على مستوى الملاعبيه بالكورونا، وبالتالي استحفظنا كما يلزم على الملاعبيه وبروغريسيفمون عاودنا رجعناهم لمستوى التمرين. طبعا المشكل الثاني انه ما كناش نجموا نلعبوا المباريات الوديه لانه كانت ممنوعه في الفتره الاخيره، وبالتالي معناها حاولنا انه نلعبوا اكثر ما يمكن ضد بعضنا وضد فريق الاوسط على ليماج دو فوتبول، يلعبوا ضد سبور بطبيعه الحال. وكيف كيف عندنا المشكل الثالث اللي هو 5 ولا 6 ملاعبيه في المنتخب، وبالتالي اللي خرجوا مشاو يعملوا في معسكرات منتخب، ونتمنى لهم ان شاء الله يعملوا حاجه باهيه في كاس العالم الجايه في مصر. هذاك علاش احنا كملنا تعاملنا اكثر بالفريق باللاعبين الاوسط، وقاعدين نخدموا تقريبا مره مرتين في اليوم تقريبا على مستويات على مستوى الفتره هذه الكل.
طبعا الفريق باش يكون جديد، ناقصنا شويه سنكرونيزاسيون بين الملاعبيه، لكن حول الله قادرين مع ستاف تكنيك الموجود مع الملاعبيه الكبار اللي عندنا اللي نجموا يصادف جديد فيه باش نلقاو روحنا جيدين في الفتره الجايه نتاع البطوله. أهدافنا بطبيعة الحال المحافظة على البطولة في الموسم الثالث وراء بعضه، وهذا مهم جدا بالنسبة لنا احنا، لكن الهدف السامي اللي نفكروا فيه الناس كل هو أن نكونوا حاضرين البطولة أفريقيا في أفريل 2021 في الجزائر، ممكن نعملوا بطولة عربية في ساقية الزيت في مارس 2021، هذه إمكانية. كيف بالنسبة لنا احنا كإفكتيف، تقريبا الإفكتيف كله توا حاضر 100% من ناحية المراكز، تبقى مشكل خفيف نتاع الرير دروا اللي ممكن نستعينه بملاعب كبير في الجزائر ان شاء الله 2021 ناخذوه على مده 15 يوم والنجم يعطينا مباشره الاضافه، لكن بالنسبه لنا احنا افكتيف كبير، افكتيف ممتاز متميز، رئيس النادي سي حمدي، رئيس الفرع سي قيس وقفوا على الانتدابات هذيا، وبالمناسبه نشكرهم، وكنا في سنكرونيزاسيون كبيره باش نجموا ننتدبوا ملاعبيه كبار كيما هكا. اكيد انه وسام الجزيري مشى، لكن عوضناه بزوز ملاعبيه كانوا في النادي الاهلي، وبالتالي معناه اعتقد انه الفريق مش باش ينقص بالكل، بالعكس باش يزيد مع السن اللي نقص تقريبا الموين داج، نقصت بخمس سنين في الترجي الرياضي التونسي السنه على عناول، وبالتالي هذا فريق محترم جدا باش يكون عندنا، لازمنا نخدموا كيما يلزم، نحضروا روحنا كيما يلزم، عقليتنا هو الانتصار ولا الانتصار، وان شاء الله نعوضوا خساره نادي ساقيه الزيت اخر الموسم الماضي، وان شاء الله ما نشوفوا منا جمهور الترجي واداره الترجي كل خير. بالنسبه لجماهير الترجي اللي نحبهم برشا واللي معاونوا فريقنا خاصة في المناسبات الكبار، نعرف اللي مع الأسف ما كانوش حاضرين معنا في الفترة الأخيرة بحكم لي ويكلو، لكن جمهور عزيز علينا احنا الكل كستاف كملاعبية كإدارة كاملة نتاع كرة اليد نتاع الترجي الرياضي التونسي، إن شاء الله أولا سيعذرونا على بعض العثرات اللي تعثرناها في أخيرا، ولكن أهم شيء أن نوعدهم بأن نكونوا جيدين العام الجاي، بأن نعطيه الماكسيموم كون بو فير. تعرفوا احنا قاعدين نسعوا كل يوم، قاعدين نخدموا كل يوم، ما نوقفوش على الخدمة لمدة 24 ساعة على 24، وبالتالي الهم الوحيد نتاعنا هو أن نكونوا في المستوى كبير، في مستوى فريق الترجي، في مستوى جمهور، في مستوى آمال الناس اللي معلقت علينا، وإن شاء الله نوعدهم، إن شاء الله نرجعوا للتتويجات الإفريقية، وإن شاء الله نحافظوا على بطولتنا، وإن شاء الله اللي منال الكاز ده كيف اللي هرب علينا عم ناول، وبالتالي إن شاء الله نكونوا في المستوى الحقيقي.